السلام عليكم متابعينا الافاضل، مرحبا بكم في شرح جديد على قناة اندرويد اوك. في هذا الفيديو ان شاء الله سوف تشاهدون شرح برنامج شهير في العزف سواء على الهاتف او على الكمبيوتر، لكن سوف نشاهد الان الشرح بالتفصيل للنسخة الاخيرة 5.0.0 على الكمبيوتر، وبالنسبة لرابط التحميل سوف تجدونها في الوصف اسفل الفيديو. اذا قبل ان نبدأ الشرح سوف نتساءل ماذا تغير في النسخة الاخيرة من برنامج بافوركس. كما ترون الان هذه هي التغييرات التي قام بها صاحب البرنامج، من بينها Improved User Interface التي تعني تحسين واجهة الاستخدام، وأيضا Increased Speed of Loading Files on Windows زيادة سرعة فتح السيتات والنوافذ، 64-bit version يعني يدعم أجهزة الكمبيوتر ذات نواة 64-bit، Face Support for Org 2020 Skins يعني يدعم ثيمات وسكينات الأورج 2020 جميعها، Face Support for Unicode, Text and Filmic يعني يدعم جميع انواع الكتابات والحروف واللغات، Improved ASIO يعني تم تحسين جودة معرف كارت الصوت ASIO، Improved Import of SF2 Files يعني تحسين جودة الأصوات المأخوذة بصيغة SF2 أو ما يعرف به Sound Font، Direct Import of SF2 and KMP File as Instrument إدخال أصوات الأورك الحقيقي بطريقة مباشرة إلى الأورك، Easier Management of Instrument Rhythm System and Sound يعني تسهيل عملية تعديل الستات والأصوات على الأورك، With new skin يعني مظهر جديد، Improvement and bug fix إصلاحات كثيرة مما يتعلق بعمل البرنامج. إذن بعد أن تقوم بتثبيت البرنامج سوف نقوم الآن بفتح البرنامج. بعد فتح البرنامج سوف نلاحظ أن شكله قد تغير بعض الشيء، فكما ترون هنا وهنا الأزرار هنا تغيرت إلى هذا المكان، أيضا أشكال الأزرار هنا قد تغيرت، أيضا كما نرى هنا Instruments هذه النافذة Instruments عندما نضغط على الصوت هنا نلاحظ أين يوجد هذا الصوت أو أين استعمل هذا الصوت، فمثلا بيانو استعمل في هذا الإيقاع وهذا الإيقاع وهذا الإيقاع، جميع الإيقاعات هنا موجودة في هذه الخانة هنا استعمل فيها صوت بيانو، وهنا أيضا Systems يمكننا تعديل المقامات، مثلا كما ترون هنا عندنا مقام راست، مثلا يمكننا تعديل مقام عربي، نضغط على الزر الأيمن ثم نضغط على Edit، كما ترون يمكننا تعديل المقامات هنا، كما ترون ناقص 50 هنا ناقص 50، نضع الصف ونتركه. سوف نعود إليه لنشرح طريقة تشغيل هذا المقام فيما بعد. إذا هذا هو الكيبورد، كما ترون واجهة الكيبورد تغيرت، هذه هي الواجهة، في واجهة فقط لا توجد كما من قبل واجهة الحاسوب وواجهة الهاتف، فقط توجد واجهة واحدة، وأيضا هذه الواجهة قابلة للمس، إذا كانت عندك الشاشة قابلة للمس يمكنك أن تتحكم في هذه الأزرار وكذا فقط باللمس دون الحاجة إلى استخدام الماوس والفأر. إذا فكما نلاحظ هنا على الشاشة أصبح مثل سكين الهاتف، لدينا هنا الإيقاعات تغير شكلها كما تلاحظون، وأيضا الأصوات مصنفة هنا الأصوات، وبعد المؤثرات مثل الهاتف، مثل الموجود على الهاتف مثل الليجاتو، بعد أن نختار مثلا هذا الصوت كلاريني ما نضغط ليجاتو ما نسمع الصوت، وإذا أطفأنا زر ليجاتو إذا شغلناه هذا هو الفرق، وأيضا زر ريبيت كما ترون هنا ريبيت، مثلا إذا كنا نعزف على العود أو آلة الوترية يمكنك الضغط على ريبيت كما تلاحظون، أتمنى أن تصل الفكرة. وأيضا لدينا في هذه الجهة مثل شكل الأورج الهاتف هنا، فيمكننا أن نتحكم في كوردات من هنا كورد، طبعا إذا كانت عندك شاشة للمس يمكنك استخدام هذه الأزرار بطريقة سريعة. ومن قبل رأينا طريقة تعديل المقام، الآن سأريكم طريقة استخدام المقام الذي قمنا بتعديله، فمثلا أريد تغيير المقام
لا أحتاج إلى أن أذهب إلى هنا ثم أضغط إلى أضغط هنا مثلا ناقص 50 ثم ناقص 50 وأعود مثلا لكي أعزف. مثلا أريد هذا المقام، أذهب إلى هنا نورمال ثم أبحث عن أرابيك الذي قمت بتعديله من قبل، أضغط فقط عليه ضغطة واحدة ثم أذهب لأرى تغير. إذن هنا تم وضع ناقص 50 فقط بالضغط على أرابيك. يمكنك تعديله وتشريق المفاتيح التي تريدها أنت، مثلا هذه المفتاح بمجرد أن تضغط على أرابيك سوف يصبح تشريق على هذا الشكل. وأيضا لدينا هنا ميزة جيدة في الأعلى وهي إظهار مفاتيح الكمبيوتر على الأزرار كما ترون هنا، يظهر لدينا أسماء مفاتيح الكيبورد على الأزرار هنا لمساعدتك على العزف. وإذا ضغطنا هنا يظهر لنا مفاتيح التحكم في الإيقاع مثل كنترول دي أو كنترول سي هنا، اف 10 اف 8 هنا. يمكنكم تغيير المفاتيح هذه المفاتيح من خلال الإعدادات. يمكنك تغيير المفاتيح مثلا أوتوفيل، يمكنك أن تضع المفتاح الذي تريده هنا. أيضا تمت إضافة ميزة جيدة ورائعة جدا هي ميزة البحث، وهذه الميزة تمكنك من البحث عن السيت مثلا بحث عن سيت معين تجده بسهولة. وأيضا كذلك بالنسبة للأصوات مثلا تبحث عن سيت معين تجده بسهولة كذلك. إذن كان هذا كل شيء، وإلى اللقاء في شرح جديد إن شاء الله.